مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لحوار الأسبوع وضيفي يوسف الكواري رجل الأعمال والصناعي المعروف في قطر. سيد يوسف، هناك من يأخذ على يعني قطاع الصناعة في قطر أنه عدم استفادته من يعني المواد الأساسية التي يتم الاستفادة منها في الصناعة، وأقصد هنا مادة البوليإثيلين التي تغزو العالم للقيام بكثير من الصناعات. تتوفر هذه المادة بكثرة في قطر وبجودة عالية وبأسعار تفضيلية. هناك من يسأل لماذا لا تستفيد قطر من هذه المواد وبالتالي إقامة صناعات أو توطيد الصناعات المحلية؟ هذه زي ما قلنا هم من ثلاث ضغط: الملكية أو مواد من هذه الدولة أو عمالة. فقطر تقدر تلعب على شيئين اساس عماله، طبعا ما عندك انت عماله كنت تدخل في الصناعه، عندك يا المواد الاوليه او الملكيه. المواد الاوليه طبعا نقطه مهمه جدا، قطر كيف فعلا ما تخلق صناعات من الصناعات التحويليه من البتروكيميكال ومن الغاز وتصدر، هاي طبعا سؤال مهم. المشكله زي ما قلت لك، المشكله النظره للخوف من المجازفه في الاسواق العالميه موجود بشكل كبير. الان لو سالت اي رجل اعمال قطري، واكبر الشركات موجوده في قطر القطاع الخاص، قليل منهم اللي يصدر للخارج، وحتى اللي يصدر بتقول ماخذين اخذ، يعني مثلا جهه حكوميه عندها مشروع خارجي تاخذ اخذ بالواسطه وتاخذه، يعني رايح محفول مكفول. فهاي المشكله، يعني الخوف اللي موجود عند رجال الاعمال. وزي ما قلت لك، لو كان في شركات مساهمه صناعيه هي راح تاخذ دورنا فعلا تنتج هذه المنتجات، والخارطه الصناعيه زي ما قلت مهمه جدا. علاوه على هذا كله اللي عندك ايضا، لابد ايضا مثلا فصل بين السجل التجاري والسجل الصناعي، الان في ارتباط كبير، فهذا طبعا اكبر خطا، لان 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 مبادئ الصناعه، مثلا انا عندي عماله ممكن انا اوقفها على السجل التجاري لكن ما اقدر اوقفها على السجل الصناعي. فكثير من الخدمات تختلف، فانت ما تقدر تربط يعني قطاعين مختلفين تماما وتعطيهم نفس الامتيازات ونفس الحلول، لازم يكون في شوي فصل. فالفصل بين السجل التجاري والسجل الصناعي طبعا هي من المطالب الاساسيه، وانا اظن الهيئه لما تنشا ان شاء الله راح تقوم بهالدور. بس انا احب ابشر يعني ان قطر عندها يعني خلينا نقول الخصبه للانطلاق، لكن متى بتكون ساعه الصفر للانطلاق الصناعه القطريه كصناعه عالميه؟ الله اعلم. في المقابل، يعني إلى أي حد ترى بأنه القطاع الصناعي بحاجة إلى مزيد من التشريعات والمحفزات للدفع باتجاه استثمارات باتجاه هذا القطاع؟ ما قلت لك ما كله موجودة، المدن الصناعية موجودة، لكن المشكلة مشكلة تخطيط ومشكلة توزيع ومشكلة الخارطة الصناعية. الآن يعني الآن المشكلة، أنت صاحب مدينة صناعية يجيك واحد يقدم لك عنده ترخيص صناعي مضطر تعطيه أرض، اوكي. لكن الان انا صراحه شخصيا ارى ما في مشكله في المدن الصناعيه اللي موجوده تكفي وتزيد لو تم استغلالها بشكل صحيح، ولو تم يعني وضع فيها الصناعات المناسبه اللي تقدم قيمه مضافه. اما الصناعات اللي هي للاستهلاك المحلي او الصناعات المؤقته اللي تخدم مشاريع محدده وتنتهي، هاي لابد خلاص ايقافها، ولابد يعني التعامل معها بجديه. الوضع اليوم ما في مشكله في المناطق الصناعيه، ارجع واقولها ما في مشكله في المناطق الصناعيه، مشكله في التوزيع ومشكله في انواع الصناعات اللي ممكن تقام في هذه المناطق. انت الان عندك مناطق صناعيه ممكن تشيل لك يعني تقريبا 1500 2000 مصنع. زين انت من 1500 مصنع في منهم يحققون كم واحد يحقق القيمه المضافه منهم؟ ما يجون حتى 3-4 مصانع. فانت معناته في سوء توزيع. فانا اتوقع ان ما في مشكله في المناطق الصناعيه، بعدين دوله قطر دوله صغيره، يعني كل مساحتها 11400 كيلومتر، فما تقدر تخلق مصانع يعني اراضي صناعيه حق صناعات ما تقدم يعني خلينا نقول قيمه مضافه للاقتصاد. فلا بد اعاده الدراسه واعاده التمحيص في اي مشروع ويكون مطابق، واذا في انشطه صناعيه ما تناسب البلد، ما تناسب مستقبل البلد، ما تكون فعلا تحقق القيمه المضافه، لابد رفضها. لان اعطائهم الترخيص هاي اكبر خطا اليوم، اعطاء ترخيص لمشاريع صناعيه وما يحقق قيمه مضافه مجرد انه مشروع صناعي. يعني قطر مش الصين، وقطر مش السعوديه، وقطر مش الامارات، قطر دوله صغيره والاراضي الصناعيه عندها يعني حجم استخدام الاراضي الموزعه في قطر للاستخدام الصناعي واستخدام حقوق النفط والغاز او استخدام السكني موزعه محدوده، الدوله ما تقدر كل يوم تطلع لك انت اراضي صناعيه بالحجم المطلوب، لانه اغلبيتك الصناعات صراحه انا اشوفها مش غير ذات جدوى في الاصل، فما في مشكله في المناطق الصناعيه. جميل، ولكن على المستوى التنظيمي، ألا تعتقد بأن قطر بما تملكه من مقومات صناعية قد تحتاج لإقامة غرفة صناعية، وبالتالي الفصل ما بين غرفة التجارة والصناعة إلى غرفة صناعية مستقلة؟ هذا أول طلب طلبته من وزير التجارة والمالية على أيامها يوسف كمال، الله يذكره بالخير، رجل طيب، وطلبت منه بالفصل.
فصل غرفة التجارة على الصناعة، وتكون في غرفة تجارية غرفة صناعية مختصة بتنمية الصناعة، لكن رفض. ولكن هل تعتقد بأن هذا الأمر قد يكون ممكنا في مرحلة لاحقة، إقامة غرفة صناعية مع اتساع القاعدة الصناعية في قطر في مرحلة لاحقة؟ المشكلة هنا يعني في مشكلة في فكرة سحب البساط، سحب البساط من تحت الأرجل، هاي هي مشكلة كبيرة عندنا هنا. في للأسف في كثير من الناس يعني يظن يوم أنت تخلق في مثلا يعني آلية جديدة أو آلية متخصصة يظن هي سحب بساط، فلابد فعلا النظر تكون في يعني الآن وجود لجنة للصناعة في غرفة التجارة غير كافية وما تليق صراحة بدولة نفس دولة قطر. دولة قطر لابد تكون فيها غرف صناعية وجمعيات صناعيين، وتكون في كثير لأن هذه يعني جمعيات مثل حمد خص، مثلا جمعيات مثل لمصانع مثلا المفروشات، جمعيات يعني ليش في قطر دائما يعني ما يتم؟ لأن الآن المشكلة يعني فكرة السوبرمان في صعبة في قطر، ما تقدر تخلق جهة واحدة تدير كل شيء، لأن الجهة الواحدة دي عندهم ارتباطات وأوقات محدودة، خاصة للعمل في الغرف التجارية عمل تطوعي في الأساس، فأنا ما يكون عندي عمل تطوعي وتسندي مهام كبيرة أكيد طبعا ما راح أدي، فعشان كذا الأعمال التطوعية دائما تكون أعمال تخصصية، ما في عمل تطوعي يوزع كأنه وظيفة. هذول جماعة يعني في الغرفة التجارية الأعضاء ما يأخذون رواتب ولا يأخذون أي شيء، مجرد مكافآت رمزية لا تذكر، فكيف أنا تبغى أسخر كل وقتي وأسخر كل ما على مسألة رمزية؟ فأظن جدا مهمة موضوع التخصص، الغرف التجارية، الجمعيات المتخصصة، جمعيات الموردين، جمعيات المصدرين، هاي جدا مهمة ذي، وتكون طبعا تنشأ تحت مظلة غرفة التجارة أو تنجح تحت أي مظلة يعني أو تحت مظلة وزارة الهيئة العامة للصناعة، فجدا مهمة يعني وفعلا راح تقدم دور كبير يعني. والآن لقيت في فكرة هنا من الإخوان حتى أن يبنون مناطق صناعية للصناعيين في خارج قطر، في دول مثلا قطر مثلا تروح مثلا في مصر أو في تونس أو في أي دولة عالمية تأخذ منطقة وتعمل منطقة صناعية قطرية في الدول هذه، هاي فكرة جدا جيدة يعني، بس أتمنى أن يعني يبتدون فيها ويمشون فيها. الاستثمار في الأدوات المالية في قطر يقتصر على الأسهم، السندات، الصكوك والصناديق العقارية، ولكن لا نشهد استثمارات أدوات مالية في القطاع الصناعي، لا على صعيد السندات أو الصكوك، وكذلك أيضا على صعيد الصناديق أو المحافظ الصناعية. لماذا؟ الصكوك والسندات والمحافظ الصناعية جدا مهمة في دعم الصناعة، وهي أداة من أدوات التمويل، فدولة قطر فعلا ما بدت الآن في وين الصكوك الصناعية اللي تخدم القطاع الصناعي الغير نفطي، إلى الآن ما دخلت فيها الدولة، والسندات اللي ممكن تقدم التمويل اللي تخدم القطاعات الصناعية. فطبعا أنا أشوف مشكلتين، أول مشكلة في البنوك الاستثمارية اللي موجودة في دولة قطر وللأسف وهي قليلة، المفروض يطرحون هذه المنتجات ويشجعون المنتجات هذه والمنتجات الصناعية. مثلا الآن أنا عندي منتج صناعي أنتج أنابيب، المفروض تكون في محفظة خاصة مثلا أحتاج تمويل لمدة 3 سنوات، يتم تأسيس محفظة ذي ومول المشروع اللي أبغيه، وبعد 3 سنوات ترجع العوائد لأصحاب المحفظة. ما زالت احنا في البداية في المسألة هذه، لو هذا باب فتح باب المحافظ والسندات والصكوك الصناعية راح تفتح سوق كبير في التمويل، وغير كذا مش بس سوق كبير راح تعلم ايضا وتشجع الاصحاب ان يدخلون القطاع الاستثمار الصناعي. ما زال قلت لك القطاع الصناعي الاستثمار في قطر جدا مبتدئ، في كثير من الادوات ما دخلت فيه، فوجود المحافظ السوق انا اتوقع جدا مهمه، ولا بد الدوله تركز عليه، ولا بد مثلا مصرف قطر المركزي يسهل من القوانين والاجراءات اللي تنشئ في هذه الصكوك اللي تدعم هذه الصكوك الصناعيه. اللي انت عارف الان مثلا احنا كنا نقدم طلب قرض من خلال سندات، كنا قبل نرجع للبنوك في البحرين كانت هي تقوم بهالدور، فليش في قطر ما يقومون بهالدور الان ويكون نظام موسع ويكون سهل الان على صاحب مشروع ان انا اتعاون؟ فالتعاون ما بين البنوك الاستثماريه والصناعيين القطريين الغير نفطي او الشركات الصناعيه الغير نفطيه في قطر انا اشوفه يعني جدا ضئيل، واتوقع حتى ممكن غير موجود. نعم، وخصوصا بانه قطر يعني في المرحله المقبله كما سمعنا بانه تتجه يعني تقديم منتجات ماليه جديده سواء في قطاع العقود الاجله او الذهب او غيره، وبالتالي قد تكون الامور متاحه ايضا فيما يتعلق بالمحافظ الصناعيه.
قطر أنشأت شركة للصكوك والسندات، لكن الآن المشكلة مش في اللي قلت لك، قطر الآن قاعدة تخلق يعني الهيئات، لكن المشكلة وين الدور الصناعي، يعني وين الشريحة الصناعية من هذه الأدوات هذه. يعني الآن الأدوات اللي موجودة مثل الصكوك في شركة السندات سوتها قطر، قاعدة تتكلم في الصكوك وستطرحها الحكومة يعني طبعا. طيب وين القطاع الخاص الغير نفطي يستفيد من هذه الأدوات أيضا؟ فتوجيه الدولة التوجه لتسخير هذه الأدوات في خدمة الصناعة والاستثمار الصناعي نقطة جدا مهمة، وراح فعلا تفتح باب كبير للتشجيع للصناعة. رجل الأعمال والصناعي المعروف في قطر يوسف الكواري، أشكرك سيدي شكرا جزيلا، كنت معنا في حوار الأسبوع. وأعزائي المشاهدين في الأسبوع القادم بالتأكيد نعدكم بلقاء جديد، فإلى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.